نشوف أحمد أسامة عرضه للموضوع إزاي. عبد الله السعيد ومبادئ النادي الأهلي والقرار التربوي اللي اتخذه كابتن محمود الخطيب بعرض عبد الله السعيد أهم لاعب في مصر عشان نفتح الكورة. عاقب معتز إينو كان بيجيبه يتمرن الفجر. الأهلي ما عملش كده مع عبد الله السعيد خالص عشان تبقى الأمور واضحة.